صباح الفل يا عريس. صباح الخير يا عيد. الو. سوري حمدي، سوري حمدي لو سمحت دقيقة واحدة. شكرا. ايه اشرف؟ اهلا يا حبيبتي. بكرة ايه ساعة طيارة الاولاد على المظبوط؟ طب يا بلا، انت قلقانة على الاولاد كده ليه؟ دي أول مرة شافته، وبعدين ما أنت عارفة إن هما جايين بكرة، ضلي قلقانة كده لحد بكرة. تعرف أنا مستغربة يا حالي، ممكن لأني بطلت معود أبعد عنهم وما بعرف. أنت ما بتكلمهمش هناك ولا إيه؟ بل هزار. يلا أنا شوي صغيرة بخلص وبرجع على البيت. طيب أنا مش رايح في حتة، لا أروح هنا ولا هنا، قاعد مستنيك. يلا باي يا حبيبي. باي حبيبي. حمدي انت فين؟ تعال يا مدام. ايه كيف رح نعملهم على العرس؟ لك حمدي انا بدي شيء كثير سمين. تقليد؟ مش هي قريب بنت نجاة اللي وقفت تحت؟ يقصف عمرها شمفحلي من هي وصغيره اخت رجال. خليك قصه السفرة على مصر مزبوطه؟ شو بعرفني كيف ام ابراهيم مخليتها تسافر؟ ليش خطيبه احلى منها تركها وحده تسافر تجيب له مصاري؟ وهي احلى بوكيه لاحلى ورده بالضيعه. اوه ليش شكل؟ قد ايه بتقمرنا؟ لك 20 الف. غليان الورد هالايام. الله ما في شيء بيغلى عليك. هاي 20 الف. يعوض عليك. سلمينا على ام ابراهيم ونفرح منك. ان شاء الله بترجعي بالسلامه. العب تشوفي تقاد ازيك يا خالد؟ هلا حبيبي. قول لي بقى، مش ناوي ترجع في كلامك وتسافر معانا مصر؟ تحضر فرح امي اللي هي اختك الوحيده اللي بتحبها وبتموت فيها؟ قول لي بذمتك ما وحشتكش؟ ها؟ عينك في عيني كده، وبعدين انتوا بقالكوا سنين عايشين مع بعض، متعود كل يوم تصحى الصبح تلاقيها في وشك منوره زي القمر. اكيد راح اشتاق لك كتير. بس هذا الموضوع ما بدي احكي فيه انا وياك، لانه ما بدي اتشارع معك. انا وياك بنختلف كتير بالراي فيه. ما انت كنت السبب ان هم يتطلقوا من 7 سنين، وانا دلوقتي السبب ان هم يرجعوا تاني، اكيد مختلفين مع بعض. بس انا نفسي اسالك شويه، انت ليه بتكره بابا قوي كده؟ خالد انت بتعرف قديش انا بحبك. هذا الموضوع بلا سيرته. بتخلع يعني من الاجابه، ماشي. طب هما لين وخلود فين؟ بيقوضهم عم بيضبوا الشنط.
عن جد انك وحده خبيثه. ايه هيك بتنزل بتشيل لورد بلينا؟ نحن حبيبتي نحن ما جيت معي انت وياها السياره عنو 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 هلكتني. بعد لحظه ما تفكروا انه انتم ما رح تدفعوا حق الوردات معي. اول قبضه بمصر انا هات. لا تعملي هيك ولا بمصر. ورد إلي؟ وأبيض كمان؟ حياتي ما حدا جاب لي ورد لا أبيض ولا أحمر ولا زهر حتى. يا حبيباتي كلكم ذوق. ولو؟ يعني معقول نفل بلا من وضعك؟ يعني ما في شي من قيمتك، هيدا أقل شي فينا نعمله معك ستنانو. يا محتالي، استعرت السيارة حتى تنزلي على السوق وتشتري لي ورد؟ قال شو؟ ماما مريضة ولازم جيب لي دواء ولازم استعيد سيارتي. هذا مش كان سيارتي بس هلكتني السيارة ست نجيبة. ما تجيبي سيري تريري. عسيرة الريري وين استاذ الرشيد؟ استاذ الرشيد مش هون. ايه اريح بيكون مش طايق يشوفنا، احنا فلينا هيك خبط لزق. حبيبتي ما بدها هالقد، هلا هو للزعلان زعلان شوي بس مصلحتكم اهم. ما حق، اهم شي مصلحتنا. ايه انت كمان سلمينا عليه كثير. بوسي الحبيبه. ايه يا حلوين، مش حتسلموا على ست نجيبه قبل ما تروحوا مصر ام الدنيا؟ امال توصلوا بالسلامه. سيبوا على حالكم ما بدي اوصيكم. ايه بدكم انا اوصلكم؟ لا 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 بدنا نشوف اصحابنا نحن على الطريق. طيب حبيباتي موفقين. يلا باي باي. مرهوم شو بدك امي؟ ليه ما مرقت على المعمل جبت اختك معك؟ ليه شو راحت تعمل هونيك؟ مش على اساس تركت الشغل ومسافره على مصر؟ راحت هي وسهى وماي يودعوا نجيبه. مش عرفك امي هلا بتلاقيها واصله. الله يرضى عليك، احسن ما حدا هلا يلطش اختك على الطريق وتعمل مشكل. منيح ما بنتك اخت رجال ما تخاف عليها. الله يرضى عليك ولو كرمالي. مش عرفك امي اذا هون خفان عليها هيك شو بدك تعملي بس تروح على مصر لوحدها؟ والله مش عارفة يا ابني.